كمان محافظات مصر شهدت مجموعة من الأحداث أبرزها تنظيم مهرجان الدراجات الهوائية في محافظة الدقهلية وافتتاح معرض دار المعارف بالأليوبية احتفالا بالعيد القومي لهذه المحافظة. كمان افتتاح معرض لأهل المدارس بكفر الشيخ بأسعار مخفضة بتوصل ل 30%، وأخبار تانية من محافظات كتير هنشوفها مع بعض في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأحداث أبرزها إن منطقة الدقهلية للدراجات شهدت تنظيم مهرجان مجمع للاعبي الدراجات الهوائية بمشاركة 66 لاعب من فرق مختلفة. انطلق المهرجان في تمام 7 صباحاً من أمام نادي جزيرة الورد بمدينة المنصورة نحو طريق المنصورة جمصة الدولي وصولاً لقرية مارينا دلتا بمحافظة كفر الشيخ بمسافة 90 كيلومتر. أعلن قطاع الكهرباء ببني سويف فصل التيار الكهربائي عن مناطق بمركز مدينة الفشن هي منطقة البحر، منطقة الزرابي، مساكن ماركو ومساكن أبسوج اليوم السبت اعتباراً من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 2 ظهراً لعمل صيانة بلوحة كهرباء ماركو لضمان استمرار الخدمة بالكفاءة المطلوبة في هذا المرفق الحيوي. أعلنت مديرية الطب البيطري بالمنوفية تحصين 358,557 رأس مرشية وأغنام بنطاق المحافظة، فضلاً عن أعمال الإرشاد والتوعية بأهمية التحصين لضمان نجاح المنظومة وتكاملها نحو تحقيق أهداف تنمية الثروة الحيوانية. شهدت محافظة دمياط إطلاق قافلة بقرية جمصة بمركز كفر البطيخ في ختام خطة شهر أغسطس الجاري تضمنت 11 عيادة بإجمالي 9 تخصصات طبية، تردد عليها 1374 مواطن وتم توقيع الكشف الطبي عليهم بالمجان، وتم تحويل عدد 9 حالات لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة لحالة. أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر قرار النزول بدرجات القبول بعدد من المدارس الثانوية بمختلف الإدارات التعليمية استجابة لرغبة عدد من أولياء الأمور، وتم النزول بالمجموع لطلاب وطالبات المدارس بعد أن تقدم عدد كبير من أولياء الأمور في نطاق المحافظة بطلبات للنزول بدرجات القبول في المدارس الثانوية. شهدت محافظة الأليوبية افتتاح معرض لدار المعارف المصرية بالأليوبية اللي بيضم مجموعة واسعة من الكتب التراثية والدراسية، وده ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي. بيهدف المعرض اللي أقيم في مكتبة منار الأليوبية لنشر المعرفة والثقافة بين أبناء المحافظة وتعزيز الوعي بأهمية القراءة والاطلاع. كما يأتي هذا الحدث في إطار الجهود المبذولة لمحاربة الأفكار المتطرفة والهدامة وتعميق الانتماء الوطني.